يحدون الأمل بأن تحدو ريتش حذو الاتصالات على درب النجاح والتقدم والرقي والعطاء وعلى المساهمة في بناء اقتصاد وطني قادر على العطاء والصمود في وجه التحديات. شركة ريتش هي عبارة عن مركز خدمات متخصص في خدمة الجمهور، عنده خبرة حوالي 13 سنة راكمها من خلال مجموعة الاتصالات وشركاتها المختلفة. في سنة 2009 في شهر 3 كان في قرار بدمج مراكز خدمات الجمهور تحت سقف واحد، وتم إنشاء شركة ريتش مقرها الرئيسي في رام الله. الآن توظف حوالي 540 موظف موظفة من الجيل الشاب الخريجين الجداد، حملت الشهادات الجامعية، وبعد حوالي سنتين تقريبا من عملنا وانطلاقتنا قررنا أنه نتوسع باستهداف يعني فئات يعني من الموظفين الجداد. الاستهداف كان باتجاه طلبة الجامعة بالتحديد. احنا طبعا كشركة جزء من يعني مجموعة الاتصالات لنا يعني دور عبر السنوات الماضية في الخدمة المجتمعية. من يوم اللحظة أو من اللحظة الأولى لانطلاق ريتش كان في عنا قرار بتشغيل 10% من الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة. بعد سنتين حسينا أنه هناك في حاجة للتطوير، فتطويرنا كان باتجاه الطلبة، إيجاد فرصة عمل لإلهم وهم على مقاعد الدراسة وأثناء العمل يعني يعملوا أثناء الدراسة. وبالتالي نعتبر هذا الفرع هو عبارة عن فرع للتدريب مدفوع الأجر لتشغيل الطلبة لتأهيلهم بشكل أفضل لسوق العمل لاحقا عند تخرجهم. الخدمات هي عبارة عن خدمات هاتفية للرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور من مختلف محافظات الوطن، سواء ضفة غزة وإلى آخره. أملنا لاحقا تتوسع هاي الأمور ويتصير نخدم من نابلس بلدان أخرى. إحنا في رام الله بنخدم الآن يعني بعض الزبائن من أمريكا، وإن شاء الله يعني رح نتوسع أكثر، وإذا توسعنا أكثر إن شاء الله راح يكون لنابلس حصة في هاي الخدمة. ريتش بتوفر خدمات الدعم والإسناد وخدمات الجمهور بطرق مختلفة، منها الاتصال القادم، ومنها الاتصال الصادر من عنا، ومنها المسجات أو الرسائل المسجلة سواء على الهاتف الثابت أو الهاتف النقال الجوال. وكذلك يعني عنا القدرة على خدمة الجمهور عبر اللي بسموها التعاون العنكبوتي اللي هو الويب كولابوريشن. فإذا حدا عنده احتياج ومش عارف يحله، في عنا طريقة لمساعدته والدخول على يعني خدمته أو العمل على خدمته من خلال العمل المشترك على شاشة الكمبيوتر. فبالتالي خدماتنا متعددة الوسائط الحقيقة. قطاع الاتصالات في تطور دائم وفي تطور مستمر. قطاع الاتصالات من أهم القطاعات التي تلتفت أي اقتصاد في أي منطقة في العالم، وبالذات بالتحديد في فلسطين. قطاع الاتصالات صحيح هو رافد أساسي للدخل القومي في فلسطين، ولا يقل عن نسبة 12% من إجمالي الدخل القومي أو الناتج المحلي لفلسطين. طبعا التنمية الاجتماعية هي جزء أساسي من عمل أي شركة كبرى سواء في فلسطين أو في بلد آخر. إحنا في مجموعة الاتصالات التنمية الاجتماعية المستدامة هي جزء أساسي من برامجنا، وعندنا مؤسسة منفصلة خاصة مؤسسة مجموعة الاتصالات التنمية المجتمعية، ونستثمر جزء كبير من وقتنا ومن أموالنا من أجل أن نبني اقتصاد قوي لفلسطين وأن ننفذ برامج مجتمعية مستدامة في فلسطين. شركة ريتش هي إحدى الشركات تقدم خدمات مراكز الاستعلامات لمشتركين مجموعة الاتصالات، ونأمل أن تتسع هذه الخدمات لمشتركين خارج المجموعة بإذن الله. اليوم افتتاح هذا المركز في نابلس بالتعاون مع الإخوان جمعية أصدقاء جامعة النجاح الوطنية، هو من أجل خلق فرص عمل إضافية لقطاع الطلاب في خدمات مراكز الاستعلامات، من أجل تكون كمراكز تدريبية لهم لانطلاقهم لسوق العمل، وأيضا تساهم في تعزيز الخبرة العملية عندهم. طبعا الصعوبات الأساسية هي سبب الاحتلال الإسرائيلي والتقييدات اللي وضعها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع الاتصالات ما يتعلق في الترددات والتأخير المستمر في تخليص المعدات على الموانئ الإسرائيلية. احنا علاقتنا صحيح مميزة مع وسائل الإعلام، نحاول دائما نكون على اتصال مباشر معهم وفي تواصل مستمر من أجل أن يكون قطاع الإعلام متفهم جدا لما نقوم به من نشاطات. وأيضا قطاع الإعلام هو قطاع مهم في فلسطين من أجل أن تصل صورة فلسطين الحضارية
والنضالية لإعلان العالم أجمع. يعني هذا هو نوع من الشراكة ما بين جامعة النجاح الوطنية والقطاع الخاص الذي ننظر إليه بأهمية بالغة. لا شك أن هذه الاتفاقية ستسفر عن تشغيل عدد من طلبة الجامعة في هذا المشروع. هذا المشروع هو بالتعاون مع شركة ريتش والتي هي فرع من مؤسسة الاتصالات الفلسطينية العريقة والعظيمة والتي تؤدي دور وطني بارز في فلسطين. سيكون هنالك في المرحلة الأولى 100 طالب سيعملون في شركة ريتش مقابل أجر معين. لا شك هذا سيساعد الطلبة، سيساعد الطلبة ماليا في إكمال دراستهم، سيصقل مهاراتهم، يهيئهم أيضا للسوق. فهذه خطوة إيجابية ننظر إليها ببالغ الأهمية، ونأمل أن تكون هناك مبادرات أخرى من شركات أخرى الواقع في الوطن حتى تعمل الأغلبية على أكثر من 100 طالب. نسمع آراء الشباب زي ما هو كان مبين، يعني المنطقة كلها هي في وضع تحويلي، يعني المنطقة كلها تتحول، واللي بشوفش الكلام هذا بكون يا إما بشوفش يا إما بحسش يا إما يعني شغلة كبيرة، إنه البقود التحويل في المنطقة وفي الدول المجاورة حتى في فلسطين. أنا برأيي إحنا مش بعاد على الموضوع هذا، إحنا في نص الحدث، إنه الشباب هم اللي عم بيقودوا هذا التغيير، وتكنولوجيا المعلومات لها دور كبير في الموضوع هذا. يعني هي أداة فعلا، هي مش الأساس، تكنولوجيا المعلومات تعملش ثورات، بس هي أداة، أداة مهمة جدا وأداة أساسية في توصيل الناس، في الناس صارت بدأت تعبر، الناس صارت عندها أكثر جراءة تطلب في اللي هو مش موجود إلها، وهذا هو عصرنا الجديد. علشان هيك إحنا في وزارتنا عنا حتى بالحكومة بشكل عام اليوم لازم الحكومة تطور خدماتها لهذا التوجه، خدمات الناس ما عادت اليوم مقبول على أي شخص لازم يصف على طبور عشان يأخذ حسن سير سلوك أو عشان يقدم شهادة ميلاد أو شهادة وفاة أو عشان جواز أو عشان يدفع يجدد رخصة السواقة أو عشان هيك. هذا الكلام هذا كان في عصر الماضي، واليوم لازم نتطور خدماتنا بطريقة إنه بحيث إنه الخدمات توصل للمواطن. هذا أشياء كتير بسيطة وتافهة عشان الواحد يضيع أي وقت فيها ويصفلها على طوابير. لازم كمان برضو تكون لها حيز في حكاية اللي هي في الكول سنترز اللي زي ريتش، يعني إنه بدل ما بدي أحكي تلفون يجيني واحد ويحط له موسيقى أنا بديش أسمعها أو أغنية أو حاجة زي هيك، أنا ببعت رسالة بسيطة بتوقع يجيني رد على طول من الـ من 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 الكول سنتر ويقول لي شو المشكلة، أو يقول لي عبي هالطلب هذا، أو يقول لي لا حيجيك حد ويعبي الكلام هذا، ورسالة بسيطة كافية إنها تحل كل مشاكلي وبدون عناء وبدون وجع راس وسمت بدن، فيش داعي إن أشيل تلفون وأحكي مع واحد. بتأمل إنه الشراكة بين ريتش والنجاح تفيد الجنبين، تأثر بالتعليم كمان، والتعليم يكون له دور في عملية التحول هذا، إنه الطلبة كمان والجامعات ما تكون شيء عبارة عن أبراج كبيرة وقصور نائية صعب الدخول إلها، تنفتح زي السوبر ماركت، واحد بدخل باخذ اللي بده إياه وبطلع. وكل المؤسسات الدولة برضو بنفس الشيء، بدون هل إحنا أصحاب الملك هذا وما حدش يحط رجله فيه، هذا انتهى التفكير، هذا انتهى على الأقل. إحنا بنعرف أحسن منك وإحنا بنقول لك هيك وإحنا بنخاف على أمن الدولة أكتر منك، هذا الكلام برضو بدي ينتهي التفكير. إحنا في هالوطن هذا يا إما بدنا نعيش فيه بطريقة فيها حوار وفيها تواصل لتفاهمات والكل بيشارك في بناء هالوطن، وده مش عجبنا بنشكله بتشكيلة اللي إحنا بتعجبنا اللي هي ملائمة إن كلهيتنا نعيش فيه. Thank you.